السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هناكل فراخ ناندوس. مين ناندوس ده يا عم الحاج؟ ناندوس ده عبارة عن سلسلة مطاعم مشهورة في حوالي 30 دولة أو 32 دولة على مستوى العالم. بدأ في 1987، بدأ في جنوب أفريقيا. والراجل ربنا فتح عليه وبدأت بقى عنده سلسلة مطاعم كبيرة دلوقتي في معظم الدول، اليوم حوالي 35 دولة. وللأسف هو مش موجود في مصر. المطعم ده بيعمل إيه يا عم الحاج؟ المطعم ده ما بيعملش غير فراخ فقط لا غير، وما له علاقة بالفراخ. طب هو دلوقتي توقف على الفراخ؟ لا، ما الراجل سمع وصيته عالي، قال لك لا ده انا دلوقتي الناس حبت الصوص بتاعي وحبت الطعم بتاع الاكل بتاعي، اي رايك ان انا هعمل ابيع الصوصات بتاعتي وابيع التوابل بتاعتي باسمي، بالمايونيز بتاعي، بحاجتي كلها باسمي، وابيعها في السوبر ماركتات، والناس تقدر تروح تجيب الصوص بتاعه لانه مشهور بالصوصات بتاعته وبالتتبيله بتاعته، والناس تروح تجيب الحاجه دي من السوبر ماركت وتبتدي تعمل الحاجه دي في البيت، تعمل فراخها في البيت. النهارده ان شاء الله هاخدكم هنطلع على مانشستر، هنلففكم لفه في وسط البلد، وبعدين نطلع نروح نتعشى في مطعم ناندوز. الميزه في ناندوز ان هو جمع ما بين حاجتين، جمع ما بين ان هو فاست فود، وفي نفس الوقت ان هو ممكن يكون مطعم كلاسيك، ان انت ممكن تروح تقعد بترابيزه بمنيو بكل حاجه، وتطلب الاكل بيجي الاكل بيجي لك على الترابيزه، وفي نفس الوقت سريع، يعني ممكن من 5 دقائق ل 10 دقائق تكون انت بتاكل، سعره كويس مش غالي. تعالوا بينا نشوف المطعم ناندوس، الخبره بتاعتنا هتكون في مطعم ناندوس ايه، وان شاء الله بعد ما اخلص مطعم ناندوس مانشستر هرجع وهحاول ان انا اعمل نفس التتبيله ونفس الحاجه في البيت هنا، واشوف الفرق في الطعم ايه، وهنشوف مع بعض في الفيديو ان شاء الله الفرق هيكون ايه. يلا بينا. كده دخلت ناندوز، علامة مميزة. طبعا اكتشفت حاجة ان انا دلوقتي ما بطلبش من المنيو، انا بطلب كل حاجة اونلاين وانا قاعد على الترابيزة، اتعمل على الباركود هنا.
كده يا جماعه، طلبت الاوردر لسه طالبه حالا دلوقتي، الستوب ووتش شغاله هشوف هياخد كام دقيقه. ده يا جماعه كده الستارتر وصل بعد دقيقتين ونص تقريبا. هنا بيجيبوا لك الكوبايه انت بتاخدها وبتطلع على المكنه دلوقتي، تروح تملي اي درينك اللي انت عاوزه وبتعمل ريفيل عادي انكلودين السعر الموجود اللي انت دفعته. الصوصات انت بتجيبها برضو بتحطها الترابيزه، بتزود منها على الفراخ اللي انت محتاجه. انا جبت الثلاثه المفضلين ليا، ده ميديوم برضو ميديوم بس وايلد هيربس، وده بقى اللي هو الاكسترا هوت بيري بيري، اثنين بيري بيري واحد ميديوم واحد اكسترا هوت. بيجي مع الحمص ازازه بيري بيري ناندوز صغيرة، حاجة كيوت كده جميلة، بتزودها على الحمص هنا دلوقتي وبتعمل الدب بالعيش البيتا بريد. ده ستارتر. يس بليز، يا ثانك يو ثانك يو. سبع دقايق واربعين ثانية أكل وصل. دلوقتي كده انا هبتدي اكل، اجيب الصوص الوايلد هيربس. يا معلم لسه كملها ميديم سبايسي. طاف الصوص. طيب جميلة. حمص. الصوص. وزي ما انتم شايفين الاكل عجبني جدا جدا كالعاده. يلا بينا نروح على البيت. ودلوقتي معانا فرخه حجم متوسط من كيلو وربع كيلو ونص، هبتدي اقطعها من عند الظهر عشان افردها. كده هنا بالسكينه فتحنا فتحه في الوراك، فتحه هنا كمان في الصدر نفس النظام. دلوقتي هنجيب الصوص، صوص ناندوز كده، احطه على الفراخ. ده المارينيت بينهم فيه. وكده هنسيبها في المارينيت بقى لمدة نص ساعة، وبعد نص ساعة ان شاء الله هنطلعها نحطها في التريون ندخلها الفرن.
كده نص ساعة خلصت. أنا جبت صينية وعليها الشبكة بتاعت الفرن، ممكن تستخدم شبكة الفرن عادي في البيت دي كده، وهحط الفراخ عليها. بس قبل ما أحط الفراخ هرش شوية بيري بيري سيزون باودر تتبيلة في النص كده. ميه في التري عشان ايه الصينيه، عشان تخليها طريه كده وحلوه تنشي فيش شويه كده. الفرخه هتكون بالشكل ده، هغطيها بالفويل وادخلها الفرن لمده ساعه الا ربع ونشوف اللي هيحصل. يلا بينا. شوف واو تمام تمام كده بقى نص تسوية، نحاول نديها وش تاني من الصوص وندخلها الفرن من غير فويل. دخلناها تاني الفرن نص ساعة نشوف الوضع يكون، وبعد ساعة ونص في الفرن بيبدأ بيكون الشكل النهائي زي ما انتم شايفين. ما شاء الله عليها جميلة جدا جدا جدا، مع شوية رز وافوكاتو وبطاطس مقلية والحمص بصوص البيري بيري. تعالى بقى نشوف الطعم عامل ازاي، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع الفراخ جاهز بسهولة، بسم الله ما شايفين. ندوق بقى. الحمد لله فرخة جميلة جدا جدا جدا، طرية وجوسي، وحتى الصدر اللي الناس بتشتكي منه بيبقى ناشف كده، لا بالعكس كان طعمه ما يختلفش عن الورك خالص. اعتقد ان مش الصوص اللي انا حطيته هو السبب، لان الصوص سهل ان هو يتعمل، ما تشغلش بالك لو ما عندكش البيري بيري صوص في مصر او في اي حتة تانية او مش عاوز تستخدمه انت ممكن تعمله في البيت. بس لو احتاجت الطريقة بتاعته ان شاء الله قولوا لي في الكومنتات وانا اعمل فيديو تاني واعمل طريقه العمل البيري بيري صوص. واهم حاجه الميه اللي اتحطت في التري وحطينا فيها الفرخه من على فوق من على الوش دي اهم حاجه، لانها حافظت على طريان الفرخه فضلت بقت كلها جوسي كده وطريه من جوه. دي اهم حاجه، اهم حاجه من الصوص. وممكن تستخدم اي صوص تاني مفيش اي مشاكل. انا مجرد ان انا عملت ده هو مش دعايه ولا حاجه، انا من حب في المطعم ده الجو بتاعه، فانا عشان كده حبيت ان انا اتكلم عنه وحبيت ان انا اجرب الطعم اللي عنده في المطعم اجربه في البيت. والحمد لله نجحت وانبسطنا جدا جدا جدا. السلام عليكم.